مرحبا، معكم احمد تميمي، كابس اثليت وسبلمنت كونسلتنت بشركه كابس فيت فاكتوري. اليوم بدي احكي لكم عن دوره بناء الاجسام والفتنس واللياقه البدنيه من الاي في بي. اي في بي طبعا هو الاتحاد الدولي لبناء الاجسام، حتكون بالتعاون مع شركه كابس. طبعا الدوره حتشمل عده محاور، اهمها حيكون البايوميكانكس والفيسيولوجي تبع التدريبات، اكثر التمرين استخداما، بالاضافه انه كيف اداء التمرين بالطريقه الصحيحه وتجنب الاصابات. بالاضافه حتاهلك الطريقه الصحيحه التعامل مع اللاعبين المبتدئين داخل صالات رياضيه. طبعا حيكون في هناك تطبيق نظري وعملي برضه. في بنهايه الدوره حيكون في امتحان بنجح فيه ان شاء الله، حياخذ يحصل على شهاده معتمده من الاتحاد الدولي لكمال الاجسام اللي هو الاي في بي.